من ساحة التحرير حاكموا قتلة المتظاهرين. أمها الثورة. حاكموا قتلة المتظاهرين. أمها الثورة. حاكم قتلة المتظاهرين. أمهنا الثورة دعيناك، احنا كنا ولدك واحنا هنا خواتك وناخذ بحق كل شهيد هنا ضاع دمه وان شاء الله ما يضيع، ونحن هنا من اجل كلمة صغيرة جدا وهي الوطن بس معناها كبير جدا، ونحن هنا من اجل حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة قناة الرافدين لسماع آرائكم، لسماع أصواتكم، لسماع كل ما تردون تقولوه على شاشة التلفزيون حتى الناس كلها تسمعكم وتسمع اللي أنتم تردون تقولوه ويوصل صوتكم إلى أبعد مدى. أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج ظاهرة أسفل الشاشة، عندكم هذا رقم داخل العراق، عندنا أرقام أخرى ل خارج العراق، إضافة إلى ذلك هاي الأرقام اللي ظاهرة الثلاثة، عندكم ثلاث أرقام حاليا خارج العراق، إضافة إلى هاي الأرقام عندنا رقم مخصص لبرنامج الواتساب. أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب، لا حد يزعل علينا، لا حد يقول قناة الرافدين ما تجاوبنا، لا حد يقول نتصل وما حد يجاوبنا، برنامج الواتساب فقط للرسائل، أكرر برنامج الواتساب فقط للرسائل. أتمنى تكون رسالتكم مطبوعة باسمكم مكانكم حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين بعد البرنامج. فأي شخص يتصل بينا على برنامج الواتساب وبلشت تهل علينا الاتصالات لا حد يزعل علينا، رقم العراق هذا تقدر تدق عليه ونسمع صوتك إن شاء الله. بداية ثورة تشرين، قبل ما أدخل موضوع الحلقة، ثورة تشرين مستمرة، ثورة تشرين يعني عدها صمود ما شفته بأي شعب من شعوب العالم، سطرت صمود تاريخي يستحق أنه الأجيال القادمة تتغنى بهذا الصمود. شباب عزل ما واجهوا أحد بعنف، ما شالوا السلاح خلال 6 أشهر وأكثر، طابين على 7، وهم مستمرين على كلمتهم، لا للمحاصصة، لا للطائفية، لا للفساد، لا للأحزاب، لا للكتل السياسية، لا للعملية السياسية، الشعب يريد إسقاط النظام، الثورة تريد إسقاط النظام، كلا للأحزاب، كلا لمرشحي الأحزاب، مستمرين على كلمة واحدة ما غيروا نهجهم. بالمقابل أكو طرف ثاني استمر على نفس النهج، هو نهج قتل المتظاهرين، علما من المفترض أنه اللي واقف بالحكم يكون يعني ابن البلد، يخاف على شعبه، يخاف على ناسه، يخاف على ولده مثل ما يخاف على أبنائه، لأنه لما هو صار رئيس برلمان بصوت الشعب وصار عضو بالبرلمان بصوت الشعب وصار وزير بصوت الشعب وترشح وترشح إلى رئاسة الجمهورية بصوت الشعب، من المفترض أن يسمع صوت الشعب، بس إلى اليوم إحنا ما سمعناه. عندي اتصال من بغداد، أم أحمد، أم علي. أم علي حياك الله يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أشكر قناتكم الشريفة. لا شكر على واجب أمي. الله يخليك وإن شاء الله توصل صوتنا للحكومة العراقية من الله يسلمك عيون استاذ أفل. استاذ أفل أني ابني سجين والحكم مالته، أنا سبق خابرتك وقلت لك ابني حكمه، ابني انظلم بالحكم. نعم. ابني انظلم بالحكم، والده 99 وحكم القاضي مؤبد ودعوته دعوة الشرف، دافع عن عرضه، دافع عن عرضه بعرس بقاعة المأمون وحكم القاضي مؤبد وقبلت عن مؤبد، ما سالك ابني محكوم هسه زين، بس استاذ أفل الحكم مالته باطل، الحكم مالته لا تميل. نعم. من حكم القاضي استاذ أفل، من حكم القاضي قال له بالتمييز، انت امرك بالتمييز انت وحظك استاذ أفل، التمييز فلوس، فلوس يردون فلوس ينزلون من حكمه. ايش قد طلبوا منك؟ طلبوا من عندي دفترين
كان ينزلوه 5 سنين، ينزلوه 5 سنين. زين العشاير ما تتنازل عنه الا فلوس. ذاك الخميس رحت للمواجهه قالوا لي جيبي خميس وثنيان فلوس مساعد، يعني الى ابنك فلوس، يعطوني فلوس وملابس. الفلوس وديتها اليوم الخميس، خابرني قبل يومين قال لي الفلوس ما وصلتني يمه، جايبوني الفلوس مال سجناء، جايبوني الفلوس مال سجناء، بدا يوصلوا لهم اياه، بدا يطلعوهم، لان مستفادين من السجناء، الحانوت مستفاد من السجناء. مطلب زيت ب 5000، كيل الشكر ب 5، فكيف يكون عفو عام يطلعون ذولا المظلومين؟ الله ينتقم منهم. ان شاء الله عابت الامهات مسكوت، والله استاذ ابن الدايه نجميه وديته. خابرني قبل يومين قال لي فلوسي ما وصلتني، امه ليش ما جبتي لي مصروفك؟ امه جبت لك؟ قال ما وصلتني. زين؟ قال ما وصلتني استاذ ابن، وبعد مروتكم وصلوا لنا صوت. العفو العام الريده ويبيضون السجون، وهذا شهر رمضان، هاي دموع الامهات مسكوت ان شاء الله. نعم. وهذا اللي اقدر احكي وياك، واني اشكر قناتك يا حياك الله. حياك الله ام علي، وصوتك وصل. موضوع حلقتي هو اليوم، لانه يعني صحيح قضيه المعتقلين وقضيه السجناء هي جرح نازف بالعراق من 2003 الى اليوم، لانه بمآسي قضيه المعتقلين بالعراق اكو اناس ما يعرفون ولدهم وين، اكو نساء ما تعرف ازواجهم وين، أكو رجال ما يعرفون ولدهم أو إخوانهم أو أبهاتهم وين. المشكلة وما بيها في قضية السجناء أنه ماكو جهة معينة هي اللي تتعامل بهذا الأمر. اليوم بالعراق ما شاء الله الداخلية عندها سجون، والشرطة عندها سجون، والاتحادية عندها سجون، والميليشيات عندها سجون، والكتل والأحزاب عندها سجون، ويروح واحد بسجن من السجون وما حد يعرف به هو وين، والعالم تسأل، ومثل ما يتوضح لنا بالاتصالات وبالرسائل تسأل على ابن أو على أخ أو على زوج، يقولوا لها ماكو هذا الاسم، أو يقولون ماكو هذا الاسم. هاي مشكلة. مشكلة الأخرى اللي هي عدم الرحمة داخل السجون، يعني تقول أنا ابني أوكي أنا قابلة بالمؤبد بقضية شرف، دافع عن شرفه في كل العالم، الدفاع عن الشرف هو يعني ما أعرف ما ينحكم بيه بهذا الحكم. في كل العالم الدفاع عن الشرف قضية كبيرة. قالت أنا رضيت من بالمؤبد وما ردت شيء، بس أنتوا يعني طالبين من أدها دفترين حتى ينزلوها 5 سنين بالاستئناف، يعني 10 دفاتر، يلا تلغوا لها الحكم 100,000 دولار. إيشن هالقضاء هذا؟ دا تبيع كيلو طماطة أنت؟ أبو إبراهيم من بابل. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رمضان كريم. علينا وعليك يا ربي. الله يخليك يا بعد روح، شلونك يا أخوي؟ هلا بيك أخوي، تفضل. الله يخليك، والله الله يساعد هاي أم علي، أنا سمعتها، الله يساعدها يا عمي، الله يساعد. هاي مليون أم علي، مليون أم علي. نعم. ملايين أم علي، أنا عندي شكية يا أستاذي. قول. أنا من بابل من جبلة. والنعم. إيه عندنا هاي هنا الناحية مال جبلة تكرم ترمي المياه الثقيلة يعني بنص المواطنين. شلون يعني؟ يعني هاي تكرم مال المياه الثقيلة. يعني إيه أوكي، وين يشمروها يعني؟ يعني يشمرونها على النهر مقابلنا، وهاي أطفال تمرضة. الله وكيلك، هذا جيراننا بيت خطيه، هذا رائد خالي، هذا عنده بنيه صغيره يعني البارحه شالوها للمستشفى، يذبونها يعني بصف يعني بصفنا يعني بالجاعه الزراعيه يعني بالارض الزراعيه. طيب لما تشتكي اشتكينا، رحنا للناحيه محل لبانا طلب، رحنا الغير عالي ما حد لنا طلب، يعني حتى احنا ما نقدر نتلفز. طيب يعني إدارة الناحية شو تقول؟ هي هنا اللي التعامل الأساسي بهذا الموضوع هي إدارة الناحية. وراحوا
واصل راح نواصل واحد شيخ دق عليه التليفون 100,000 مرة ما شال التليفون. ها مدير ما شال أصلا ولا جاوب. زين ما طلعتوا إلى القضاء؟ طلعتوا إلى المحافظة مثلا؟ وين المحافظة؟ لو مسدود الدرب، لو كورونا، لو مسدود الدرب، لو كذا، لو سيطرات، لو قطع، وإحنا ضالين يعني فوق هذا الظلم كله وكورونا يذبون المياه الثقيلة يذبون عليه. من يسمع صوتك؟ ما بس هاي قناتكم هاي الله جابها إن هاي الله جابها. وصل صوتك أبو إبراهيم كله من الطرف لك. وصل صوتك. الله وكيلك ما ناشيد غير بس قناتكم اللي صوتنا يسمعونه أهل المروة يذبون المياه الثقيلة وهاي تكرم هاي هاي المياه الثقيلة ريحتها تقتل تقتل والله تقتل. صحيح. يعني فوق الله يعينك. فوق الجوع فوق الماء عنده واحد يأكل له خبزة يذبون عليه هاي البلاوي. صحيح. اي والله وانا اريد صوت هذا صوت ذلك الله يسمعونه يسمع لما واحد يسمع شريف بهالحكومة واحد يسمع عنده حظ وبخت يعني يقول له هاي يعني والله ما يصير والله يا عمي ما يصير والله بلوة يعني جريمة صرنا بالعراق كفر صرنا بالعراق جريمة والله لو ندهيت والله عمي والله عمي شوف شفنا دولة وشردنا عليها الله وكيل. وانا اشكرك ورحمة شكرا الله شكرا دي. شكرا لك ابو ابراهيم. يعني رسالة من أحد أهالي ناحية جبلة في محافظة بابل. مديرية الناحية من المفترض أنه يعني تتخذ إجراء بهذا الموضوع. قضية تلويث المياه هي قضية مهمة جدا. العراق يعاني من عدها وهي واحدة من مساوئ سوء الإدارة بالعراق. رمي المياه الثقيلة أو مياه المجاري خلنا نحكيها هيجي في مجاري ومصبات الأنهر. هذا الأمر يؤدي إلى عدة أشياء منها أوبئة منها تلوث المياه منها انعدام الحياة داخل المجاري المياه منها قتل الأسماك بها هواية مصايب. فأكو رسالة من أبو إبراهيم إلى الناحية أنه شوفوا لهم صرفة حل وإذا الناحية ما تشتغل المفروض أكو من هو أكبر من الناحية يقدرون الأهالي يوصلوا له. فنتمنى انه اكو واحد يسمع صوت ابو ابراهيم. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابقاك الله مساء الخير استاذ فهد. مساء الانوار. الله يحفظك تحيه لك ولجنابك تحيه للقناه تحيه لكادرها الطيب تحيه للشعب العراقي وتحيه لجميع المتصلين. حياك الله اخوي. استاذ فهد الله يحفظك بالنسبه لهذه الحكومه هي لن تعفي عنها لان هي بالعراق هي مجرمين المجرم يدفع فلوسه ويطلع هي لا يمكن تفرج عنا المساجد لأنها تأخذ منهم فلوس ولن تفرج عنا أي وقت. فبالنسبة للمجرمين يدفعون فلوس يطلعون دولة مجرمين يعني مع الأسف يعني بالعراق مع الأسف لكن ما في إلا ثورة الشعب العراقي لازم يثور الشعب العراقي حتى حل هذه. أما بالنسبة لهذا الدولة أنت شايف دولة من مخلفات المقبور قاسم سليماني حتى رئيس الجمهورية مع الأسف يعني شكله قاسم سليماني يعني أي دولة هذه أي قانون يعني دولة يعني لابد من الشعب العراقي أن يثور ثورة رجل واحد ويخلصوا من هذه الزمر تتنافس على ثروات العراق وتتصارع على ثروات العراق ميليشيات إيران ميليشيات حزب الله الكوثراني وهذه الناس أي دولة هذه لا يوجد دولة على الشعب العراقي وصاحب التاريخ أن ينهض ويطيح بهذه العصابات ويحاكمها محاكمة عادلة يستحقون المحاكمة وتحية لك. شكرا شكرا لك ابو فيصل. ام زينب من بغداد حياك الله. الله يحفظك الله يخليك الله يخليك يوم ويحفظكم ماجورين ان شاء الله. سلمك ربي. هذا شهر رمضان يوم اني عندي ولد وعندي نعم. ولد مواليد 94 وعندي تنازل ورحت للتمييز والتمييز قالوا لي اعطينا دفتر ان هو راحت يعني التنازل راح من القاضي راح وياهم للتمييز وما ميزوا له رجعوا لي قالوا لي اعطينا روحي جيبيش محامي وطينا إلا دفترين يلا نزلنا خمس سنين يعني هو أخذ مؤبد هو عنده غدة ومرض سرطان والله العظيم عندنا مرض خاله وأنا صاحبة بنات لا بقى عندي بيت لا بقى عندي قاعدة إيجار والناس تفحم بيه وتطيني يعني عادل عبد المهدي من قطع عفو طبس الرب عنا شاله ليش طبس هذول أهل المخدرات ليش إحنا شنو ذنب بهاي العالم شنو ذنب بهاي النسوان بالسجن هي وجهالها وزلمها ليش حرام عليكم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا أساسة الحشاك وأغلط بعد يا أساسة الطهارة ما تفتهمون أنتو حسبي الله ونعمه بناتي قاموا يبلعوا في الشارع وهو الواحد بالسرطان
المنتجين اهل التمييز هاي محكمه الساعه. ليش انت ليش كيف تعاركون على الكراسي؟ تنتبهوا الناس للشعب، انتبهوا للنصخام. كورونا اجت علينا داعم حسوا. ام زينب بس سؤال، هو ايش قصر له بالسجن؟ ام زينب وياي لو انقطع الاتصال. عنده تنازل والله العظيم، وعنده هو بس ام زينب مرخصه، ايش قصر له بالسجن هو؟ صار له كثير من الثانيه 2018 من 2018 الى نعم. بالقران وبمرض سرطان وتقارير موجوده هناك بيمهم موجوده. وعنده يعني حتى اروح اجيب له الابره كل شهرين، اجيب له الابره، والابره لازم الا بالثلج. والله العظيم يا قالب بالقران والنبي محمد، ليش يجي ليش؟ ليش والله لو شفنا نروح للسجن؟ والله ذله ذله، والله ذله. ليش يعني ما ينتبهون؟ مو انا دمعه الام تقتل وانا احط السجاده وادع على كل ظالم ان شاء الله. ما ينتبه لهاي النسوان لهاي الحرمه من الغربيه للبصره للعماره للانبار للموصل. ليش هيك انتبهونا؟ مو اندمرنا اندمرنا المراه العراقيه اندمرت طاحتها. والله العظيم اشوف النسوان بالسجن يعني تبكي على حالي جدا، منا ومنا فلوس ورجوله بالسجن، وانا بناتي طلعت لي بيعن كليلس. والله العظيم ما عندي بالقران يعني حتى ما عندنا نفطر به. والله العظيم جبنا عمارنا صايمين، وهو كان الزلد مال، هو كان منتسب بالجيش، وهو يجي إلي ليش؟ والله العظيم ما عندي بالقران. اريده لز يطلع لي، اريده لز يطلع لي، راح اموت. صارت عندي غده برجلي سرطان، والله ما اقدر حتى اركض له، ما قبلوز اركض له. والله العظيم بالقران يا ناس يا خلق يا عالم يا عرب، بس انتبهوا لنا يا اصلا. والله تعبت، والله تعبت بالقران تعبت. الناس تعطف علي تجيب لي خبزه لابقه، عندي بيت لابقه كلها للناس المحامين وكل شيء ماكو. وهو عنده تنازل وانت نازله واهل يعني تنازله واهل الشان، وقالوا يابا ما لنا شغله بيكم. ليش؟ وراح للمحكمه، وبيوم المحكمه ورا اسبوع تنازل راحت ويا التمييز، راحت ويا التمييز، راحت هاي مال التنازل. بالتمييز ما عشرة من الفيلي خمس سنين ثلاث سنين ما يخالف، اقول ما يخالف يخلصهم سبع سنين عشر سنين يخلصهم. ليش بقيتوا عشر سنين؟ ليش بقيتوا مؤبد؟ ليش؟ والله العظيم يا غالة بالقران دي مرض سرطان، والنبي محمد ترحون وين ما ترحون، المحكم في الزاعه وين ما كان، هم حتى البنت الجنوليا مخلينا على يعني قالوا لي بلكم طلع على العفو الخاص. إيه ليش يقولوا لي ما خاص؟ يردون حتى لو البنت الجنوليا يردون فلوس. ما عندي والله لا اقدر امشي، لا عندي ولد، لا عندي ما عندي يعني سند امتلد عني. والله العظيم يا غالة بالقران، وعشان يا ابو الظهر حتى ما عندي. هو كان منتسب وبالجيش والحمد لله والشكر، وعنده تنازل وكيف تجى العفو. قلت هذا العفو راح يطوله عام. ليش؟ والله العظيم نايمه بالبراش ورجله رزق ورجلي، قالوا لو انقصها لو انقصها لو نخليها على الدواء. والله الناس تجيب لي فلوس الدواء، الناس تجيب لي اياها بالقران. هو ما يدري، والله ما يدري بالقران. وراح اجيب لها الابره وهي بالثلج، الا بالثلج ابرته. واخذكم المديك الطب، راح استلمها للامراض السرطانيه للمديك الطب، اروح استلمها واجعد. وهم اجيبها بالواقفه بالباب لحد ما يوقع مدير ويجيب المدير ويجيب الضابط ويجي الله يستلمونها مني. طيب. واروح والله اروح مشي، والله العظيم اطلع من 6 الصبح في سبيل الحق اروح مشي. كروه ما عندي، ما اقدر اطلب من واحد. وصلت 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 ام زينب، وشكرا شكرا لك. بس اريد افسح المجال الى باقي المتصلين. شكرا شكرا جزيلا لك ام زينب، ووصلت رسالتك ان شاء الله، والله يعينك ويرد لك يا سالم ويشفيك ويشفي يا ربي. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك واحيي هاي القناه العظيمه ورمضان كريم. احنا علما للنادي. نعم. انا يعني دموع هاي الامهات تشلع القلب، ما تشلع قلب هذول السفهاء اللي قاعدين على الكراسي، ما تشلع ما يسمعون هذول اللي عندهم ما عندهم غيره ولا شرف ولا عندهم ناموس، ما عندهم ناموس، عندهم ناموس وغيره ما يخلون الامهات هيك يبكون على اولادهم. وهم كلهم هذول ما عندهم اي شيء، بس هم المجرمين وهم سرقاء
وهم الحرامية اللي باقوا هذا الشعب كله وقتلوا كله هم، وقاعدين على الكراسي يتعافون بعد ما يستحون. كورونا إن شاء الله تجي عليهم وتذبحهم. أنا أتعجب، هم شي تانون، هم ما يستحون برضا يبنون دولة. هم هاي دولة، أي دولة هاي يحكون عنها؟ الدولة اللي بها يومية صواريخ تضرب علينا، ويومية أكو حرق المزارع، ويومية خاطلي لهم هذا وبايقي لهم هذا، ها كله في بس إن شافوا واحد راح ينتخبونه قاموا هاي. إحنا يعني المتظاهرين قعدوهم، الكلمة العالية نزلوها كلها في سبيل مصالحهم. أي يعني الله ينتقم منهم إن شاء الله دنيا آخرة. إن شاء الله حابك هاي الأمهات ما تروح بوج. الله يمهل ولا يهمل، حسن لله رح ينطيهم مجال يكفخهم كفخة من أي تمام. خليهم يتعافون على الكراسي وعلى الفلوس هاي اللي ياخذوها من الحرام مال دماء هذول الشهداء ودماء المسجونين اللي كلهم أبرياء. أول محكم المالكي كلها حبتهم، كلهم اللي كانوا يركضون ورا صدام حبتهم، أو مقتدى الصدر ويا 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 هذول الأمريكان ما قصر، هو من صفحة والأمريكان من صفحة. يعني أي دولة اللي يحكون عنها من يقعدون ما ينسهم، من يقعدون اجتمعوا ما اجتمعوا سووا، تجتمعون على شنو؟ 17 سنة تجتمعون، شو اجتمعتوا؟ كله تجتمعون شنو تبقون؟ أي دولة أي وزارة تأخذون وأي وزارة تجيبون؟ ما تستحون ما تخجلون، استحوا على نفسكم إن شاء الله. ما يعني خجل شوية، خجل خلوكم، استحوا الناس كلها قامت تدعي عليكم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تعيشون كورونا إن شاء الله. أنتوا أهاليكم وكل من أخذ فلس أحمر من هذا البلد العظيم اللي كان هو منبع الخيرات كله، وأنا أشكرك. شكراً لك أم أزار. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله والدوم يا أستاذي، مية هلا بيك أستاذي. أنا هوايتي حب الخير يا أستاذي، عندي هواية حب الخير، ونتمنى تسهيل الإجراءات القانونية، وكذلك نطالب لفئة ظلمها الدهر سواء بالكويت بالعراق أيا يا أستاذي، ونتمنى ونناشد بصدق وإنسانية حل الإشكالية والإشكاليات حلا جادا سريع للجمهور والمجتمع، ونحن نتفائل برقي وإهتمام بشؤون الحاجين والمعتصمين ويريدون حلا. نعم لا يجوز محاسبة هؤلاء المتظاهر الذي يطالب بحقوقه سواء محتجين أو محتجين. نعم الرحمة للوفيات من الطبقة الكادحة الفقيرة، وتحياتي لك وشكرا لك وللقناة. حياك الله أخوي العزيز. من بغداد مروان، حياك الله مروان من بغداد، تسمعني؟ قطع مروان من بغداد. عندي اتصال أم مروة من محافظة صلاح الدين، حياك الله يا أم مروة. هلا بيك، تفضل. اليوم أنا أخوي مسجون. نعم. أخذوه والله ظلم، حكموه 15 سنة على غير سبب. على شنو حكموه؟ والله ما مسوي كل شيء. أوكي، بس يعني أنت قلتي أخوك نخذ ظلم ونحكمه 15 سنة، على شنو حكموه؟ والله حكموه ظلم. الله لا يعطيهم إن شاء الله ولا يوفقهم. طيب التهمة مالته شنو كانت؟ يعني على شو التهمة؟ شنو السبب اللي حكموه 15 سنة؟ والله يا أخوي ما ظلم، ما نعرف على مسكين ورفقوا الأشكال والوان. يعني أنت ما تعرفين على شنو التهمة مالته؟ أو ما تعرفين شنو الحكم على شنو؟ سوى داعش وسوى أنواع وأشكال، وإحنا كنا نعرف الدليل. نعم. المخبر السري هو ما خلى. نعم. احنا بس نطالب بالعفو، يعني ما يصير يتظلم. عنده 4 جهالة، سبحان الله، ومحبين من العالم. نعم.
اي والله ونطالب بالعفو وما يصير نسيان. نعم 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 وصلت رسالتك ام مروه. شكرا شكرا جزيلا لك ام مروه. ام مروه من محافظ صلاح الدين تقول يعني ما يصير هذا الظلم اللي دا يصير بالعراق ويطالبون بالعفو العام، هو هذا مطلب العراقيين حاليا هو تبييض السجون والعفو العام عن السجناء وخصوصا الابرياء منهم، علما انه 90% هم ابرياء حسب التقارير الرسميه. لكل شخص ما شاف البرنامج من بدايه البرنامج ودا يتصل ببرنامج الواتساب احب اقول له لا تزعل من عندنا، ما اقدر استقبل اتصال على برنامج الواتساب، هذا الرقم اللي دا تشوفه قدامك هذا ما مو مال اتصالات، هذا فقط للرسائل. اما اذا تريد تتصل بينا الارقام الاخرى هي اللي تقدر تتصل بها، فاعتذر من عندكم مشاهدينا الكرام. قضيه المعتقلين يعني من تقول اني عندي ابني محكوم مؤبد والاستئناف يقول اني انزل الحكم 5 سنوات بس تعطينا دفترين، والحانوت ياخذ الفلوس واوصل فلوس لابني او اوصل فلوس لاخويا وما توصل الفلوس وتروح للحانوت. البارحه وصلتنا او اجانا اتصال من شخص يقول الحانوت اذا نقل من سجن الى سجن اخر ياخذ فلوس السجناء وياه لان يعتبرها ربح صافي له. فهاي مشكله كبيره جدا، يعني لازم اكو واحد شويه بالبرلمان يصير عنده ذره عقل ويفتهم ويعقل انه السجون هي مو عباره عن مكان تشمر به الناس لاحقاد او تقول خلص هاي هو هذا السجن هو هيك يصير. السجن حبيبي هو عباره عن مصحه. السجن عباره عن اصلاحيه. السجن يجيبون به واحد القاتل او السارق او اللي يختطف في كل العالم يتعاملون وياه انه هو مريض. ما يتعاملون وياه انه هو فقط مجرم. عندهم كلمه يعني مذنب مو معناها انه هو مجرم. انا ما بدي احكي على قاتل متسلسل يلزم الناس يقتل 20 40 واحد بحياته. فيدخلوه في اصلاحيه تسمى السجن حتى يعيدون صياغه نفسيته من جديد، لما يطلع من السجن يقدر يتعامل ويا الناس وما يرجع الى فعله الاولاني. فاتمنى تعقلون هذا الشيء. حيدر من الموصل حياك الله. هلا بيك اخوي. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ الف الحمد لله، انتم شلونكم؟ الله يرحم والديك، بس نضيف مجال يا حماد ترى قبل مثل الناس. قول. والله يا اخي عندنا سجناء. والله يا اخي من نزحنا من 25 4/2017 نزحنا من الموصل على مسار الجيار بالعقد خطبوهم الى حد الان ما اعرفهم طيبين ولا طيبين. شلون الله بلانا بهاي الحكومه؟ الله ينتقم منهم وجاء الحبيب محمد. يا اخي والله تدمرنا. والله تدمرنا. والله دمرونا دولة. يعني انت على هالشيء انا خلا احمر كورونا. بدي تحصل على هالعالم الطفل يدعي والحرمه يدعي واليتيم يدعي والهذي. بدي السجن وتسوي شغلك رب العالمين. ولدنا مسجونين قول يا رب مكان مسجون. مسجونين كلهم مسجونين. مسجونين كلهم مسجونين. يشيلون كم مبكر خاطر الله. نعم والله كيف دمرنا الواصل ما تكون فيها كذا ما في 5 6 7 مسكونين اغسل لك بارض. نعم يعني انتم شنو؟ انا اقول لك اقسم لك بالله السجناء عند العراق 95% من السنه مو معرفتنا السنه الله بلانا بلانا السياسيين الحراميه ولو عندكم واحد قلبه ارحم ما فيكم واحد قلب مسلم. انا يا مالك على الحكي والدكتور والاخويا 4 5 بالله بالعصر والله هويتك قديمه والله هويتك والله ليش بنزحي احنا بنزحي شو نسوي؟ نعم من يدخل ميت مصيد بس محكوم ومحكوم. يعني والله العظيم تعبنا والله العظيم تعبنا من المنطقات من الخرقبيه الموصل وصلاح الدين والانبار الله بقالك صايره صار عليها حصه دفع على ولد العالم في بلده. العباد يصيح من هالمناطق امنه ومن هالمناطق امنه وتصيح فيهم الميليشيات وداخلهم. نعم. يعني الثاني والله احنا سالفه طلبات ما خلت بس الرافدين، لان الحركه الرافديه قناه اصيله والله يبارك فيكم ممكن تجيبكم الى بيتكم. طيب.
شكرا شكرا لك اخ حيدر. عندي اتصالات، لكن قبل ما اخذ اي اتصال مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل، بس في فاصل قصير ونرجع لكم. الرحمن الرحيم. البيان الطلابي الموحد، ثورة القمصان البيضاء. إن القانون وتطبيقه هو القاعدة الذي تضبط توازن المجتمعات وترتقي بالدول، وأن شرارة ثورتنا لم تقدح إلا حين تراكم ضعف سطو القانون واستشار الفساد في مفاصل العيش جمعاء، وما الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين المدنيين العزل في ساحة التحرير وساحات اعتصام محافظات المنتفضة من قبل الجهات المنفلتة القمعية أمام مرى القوات الأمنية وسائل الإعلام، إلا الدليل على تجزئة القانون وضعف تطبيقه، فإيمانا منا بضرورة أن يكون القانون لا للتصرفات الفردية وهو المرجع في حل الأزمات، فنحن نطالب القوات الأمنية بمحاسبة المعتدين قانونيا، كما أن القضاء مطالب بالإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، بدلا من تمرير دعوة كيدية ضد المتظاهرين السلميين شاركوا في الثورة ونصرها مستغلين شلل الايادي التي يفترض بها ان ترسي اوتاد القانون. وها نحن نكرر مطالبنا الواضحه التي لا تخفى على المعتاد ولا يجهلها المتجاهل، ونذكر باننا طالبنا اكمال قانون الانتخابات وحل البرلمان والاعلان عن انتخابات مبكره، واننا ما رفضنا ان اي رئيس وزراء مكلف من قبل الاحزاب الفاسده، سنبقى منادين بهذه المطالب ولن نعود الا بتحقيق مطالب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. هذا الجزء من مطالب أو رسائل الطلاب في ثورة تشرين، مطالبهم واحدة من بدأت ثورة تشرين لحد اليوم، ما غيروا كلمتهم ودائما أكد على هذا الشيء. أما موضوع الحلقة هو المعتقلين وجرح العراق النازف، هو قضية المعتقلين والسجناء. كان من المفترض أن تدخل ويانا من بغداد ومكرر، لكن قطع الاتصال وياها، أتمنى ترجع تتصل بينا مرة ثانية. وحاليا عندنا من الديوانية صالح، حياك الله يا صالح. عليكم السلام والرحمة والإكرام. خيو رحم عليك، بس شاهدين مو هواي. قول. دول جاي يخبرونك على أمهاتهم وعلى أولادهم وعلى بناتهم، دول يقوموا من قام واحدة ويا المناطق الجنوبية، ليش يسكتون؟ مو صحيح لو لا؟ شلون بالله عيد السؤال يرحم والديك؟ ولا رحم عليك، دول جاي يخبرونك اللي يقول ابني واللي يقول أخوي واللي يقول ابن عمي. أيه؟ ليش ما يقومون كلية الثورة واحدة على الحكومة ونسقطها؟ ليش بس الجنوب دول متظاهرين؟ يعني هو يعني اخويا العزيز، هي اكيد يعني هم دا يقولون احنا تبييض السجون، يعني من دا يقول لك تبييض السجون هو اخراج السجون كلها، بس هو عنده يعني كل واحد يقول لك مصيبتي اكبر من مصيبتي اخر، يعني يقول لك ابني لو رجلي لو زوجي لين قدام عيني. هذا ابن عمي التتاج راسي وعلى راسي. ليش بس الجنوب متظاهرين؟ ما يظهرون كل هذول المحافظات كلها، تخلوا الظهر ونطلعهم. تعرف راتبي قد؟ الماستر انا اخذت 30,000 دينار. زين اخ صالح، انت عندك احد بالسجن؟ انا لا والله ما عندي. سمعت القلب على امهاتها تبكي. مو هي هاي الامهات تبكي، تبكي على يمن غير على ولدها. علينا بس احنا ابن عمي ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ ما نظهر. يا اخي خلينا نطلع كل المحافظات، خل تطلع الموصل وغير الموصل، ليش بس الجنوب طالعين؟ وزين هاي وزين ذول المظاهرين انطوا شهداء وانطوا جرحى، المفروض من عندهم نطب طبه واحده عليهم بالرشاشات ونطلعهم. نعم. يعني احنا ليش اخذنا هالخسائر كلها وكل شيء ما نبونا، كل شيء ما سوونا؟
طيب يعني ما يصير يا ابن عمي نطلع نضرب نقوم قامه واحده كلها ثم ظاهرين ونطبع عليهم ونطلع نضرب. زين اخ صالح انا راح اسالك كم سؤال. تتذكر في يعني بثوره تشرين طلعت كم مظاهره في الموصل في الانبار في صلاح الدين؟ شنو اللي صار بها لو ما تتذكر؟ اي نعم تتذكر شنو اللي صار بها لو ما تتذكر؟ صار هو صار بها صح. السبب يا اخي بهالمحافظات هاي انا راح اجاوبك، الناس خايفه لان يقول لك احنا طلعنا بال2014 ما حد وقف ويانا ومبادينا كنا ونسجنوا ولدنا وراحوا بالسجون ونخاف لا نطلع ويقتلون نسواننا لان ما بقى غير النسوان بهالمناطق. حتى خلينا نقوم خطوه للنسوان والولاد انا ولادي مبارين ست نفرات من بلد الثوره اللي له. مو انت يا اخوي يا اخ صالح انت تعتب على الموصل وتعتب على انبار وتعتب على صلاح الدين، بس هو منو اللي قاعد بيها؟ مو اهل الموصل كلهم بالمخيمات؟ بس محافظات ليش؟ مو اهل الموصل بالمخيمات؟ بس محافظات الله يخليك. يا اخ صالح بس جاوبني، انت تعتب عليهم، هم مو كلهم بالمخيمات، مو كلهم نازحين ومحبوسين بالمخيمات، هم مو كلهم بيوتهم مهدمه. يا اخي الله يخليك احنا ابتلينا بيهم بلوى، يعني دولة ما تروحون اذا مو بالقوة والله. نعم نعم والله كلامك على راسي صحيح تقوله صحيح. يعني طشروا المخيمات سجنوا الوادم بهدلوا الناس بهدلوا الناس. تدري راتبي قد؟ راتبي 30,000 دينار شاهد الله. لا اله الا الله. شاهد الله 16 نفر عايزين شاهد الله. زين يا اخي خلفوت عليهم وطلعهم بالسلاح من جوا. يلا انا ممنونك يا حبيبي. ممنونك ممنونك اخوي. القضية وما بيها يعني أخ صالح يقول إحنا ليش بس المحافظات الجنوبية تطلع بثورة تشرين وليش بس المحافظات الجنوبية تطي شهداء؟ حتى إذا أكو واحد من أهاليتنا في العراق يسأل هذا السؤال الجواب إلا موجود. المحافظات الغربية طلعت سميت بالمحافظات المنتفضة وصارت اعتصامات والكل شاف هاي الاعتصامات بالمحافظات المنتفضة وكل العراقيين شافوا نور المالكي شلون تعامل ويا الناس في المحافظات الغربية، لكن بعد هذا الأمر تهدمت هاي المدن، تهجرت الناس، من رجع هو رجعت فقط بعض العوائل من أهالي الأنبار أو من أهالي صلاح الدين أو من أهالي محافظة نينوى واللي أغلبها نساء وبشروط قاسية جدا ونطوا عهود كثيرة حتى يرجعون لبيوتهم حتى ما يظلون عايشين بالمخيمات، واللي قاعد بالمخيم مو قادر يطلع من المخيم، واللي قاعد بالمخيم يا أخوي العزيز حالة أصعب من حال أي واحد بالعراق لأنه هو أولاً بخيمة لا تحمي من مطر ولا تحمي من برد ولا تحمي من حر، ملاقي اللقمة ملاقي شغل ملاقي حياة ملاقي كل شيء، التعليم انتهى عندهم، وضعهم صعب جداً، وأكو تعاملات قاسية تصير داخل المخيمات وأهل الرحم بس اللي يوصلهم ويعطوهم مساعدات. ف هاي الإشكالية اللي وقعت بها أهالي المحافظات الغربية، ولهذا السبب تشوفوهم أنه هم ما موجودين بالثورة أو ما موجودين بالتظاهرات، بس هم وياكم، لكن يا تلقاه بالسجن يا تلقاه بالمخيم، فلا تعتب على أخوك. عندي اتصال فاطمة من الكويت، حياك الله. السلام عليكم يما. هلا بيك يوم. مبروك عليكم الشهر إن شاء الله. يبارك بعمرك. يما لوين ساكتين عن المالكي وزمرة المالكي؟ ليه ساكتين؟ وين راحت العشائر عن المالكي؟ اهلكوا المالكي، انهلكت الشباب، انهلكت الدولة، اندمرت الدولة، اندمر الشباب، وين المالكي؟ مخلين المالكي لهسع لليوم هذا، لليوم قاعد المالكي. ليه؟ هي دخلت أمريكا، زمرة دخلت أمريكا، من لعنة على أمريكا طلع أمريكا، أمريكا طلعهم، دخلتهم أمريكا طلعهم، أمريكا الملعونة، أمريكا طلعهم، أمريكا هي دخلتهم هي طلعهم. هالحين بعد الحقت على ذراعهم تحرق مرة ثانية.
العجم. الله أكبر، وين العشائر؟ وين راحت؟ هي انغمت عليها الغمة، وين راحت الزاد؟ وين راحت العشائر؟ وين راحت؟ وين غدت؟ وين؟ ليه؟ شلت الكود؟ شمعكم راح دمر، أنسكم اندمرت، خيركم اندمر، العراق بالخيلات راح انبلع بلعته العجم، هالعجم بلعته، ولعنة الله على كل خاين، ولعنة الله على كل خاين من العشائر. شيخ بدور هذا الخاين لعنة الله عليه، لعنة الله عليه شيخ بدور الخاين، الخاين. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم كرار من بغداد رجعت لنا مرة ثانية، حياك الله. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة. أنا عندي زوجي وولدي ثلاثتهم بيوم تحرير الموصل، من طلعنا نص الطريق أخذوهم ب 2017 لحد الآن ما أدري وينهم، وين ما وين. نعم. أي. وين أخذوهم أختي؟ أخذوهم من مخيم حمام الموصل. حمام العلي بالموصل. مخيم حمام العلي، زين. ما عرفت الجهة اللي أخذتهم؟ الجيش. الجيش من يعني؟ أي. أي ما أعرف والله لحد الآن ما أعرف اليوم أي مشكلة. ولدي اثنين وزوجي وعنده مرض سرطان، أربع غدد سرطانية. نعم. وإحنا بس نساء أطفال 12 نفر. نعم. أي. وأنا بكت طالب أحد يشوفني الناشد، ناشد هاي الحكومة بعرفهم وين ما وين. 1999 و2001 والله العظيم، وبس نساء إحنا. طيب وصلت. أي أنا يمكن خامس مرة أتصل بيكم. وصلت وصلت الرسالة أم كرار، وإن شاء الله سمعوك، واللي يعرف شيء عنهم يقدر يوصل لك إن شاء الله. بارك الله بيك أخوي العزيز، ما تقصرون. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بيك يا هلا. تحول لي رسائل الواتساب، عندي رسالة تقول سلامي للحكومة، عندي سجين وحكم باطل 15 سنة نتيجة مخبر سري، ما عنده أي شيء، أبوه تعبان وما عنده أي معين غيره، مسجون بالتاجي وهو من ديالة من مندلي، اسمي عمار مجيد أخوه وطالب بالعفو العام. سلام عليكم، ليش ما طلعون السجناء؟ الله لا ننطيهم، إن شاء الله يصير بهم كورونا، ليش ما يطلعون السجناء؟ أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم احفظ كل سجناء وفرج عليهم. أنا أخويا بسجن الناصرية، أخي اصبر، الله كريم، أنا أختك أم أنس. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي، نناشد حكومة مخليهم مسلبشية بالسيطرة، سيطرة كربلاء، أي سيارة تفوت يأخذون 25,000، والمحافظ هو اللي أخذ لا مبلط للشارع ولا الشوارع كلها سقط البوق هذا، اللي إلى متى؟ لما تنتهي الحكومة ماذا يقول؟ هذه حكومة بوق مخفي، بس هذا بوق علني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم صالح، رمضان كريم، ونشكر قناتكم الموقرة قناة الرافدين، صارت 3 أشهر ماكو مواجهات، ما نعرف ايش صار بولدنا وبناتنا، وين ما وين، نسأل على العفو العام عن المساجين والمعتقلين، النساء بالسجون ضالة، نطالب بالعفو العام، المحامين ضحكوا علينا والضباط أيضا، ماكو حكومة زينة، ماكو دولة، ونشكر قناتكم الموقرة قناة الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم إبراهيم من صلاح الدين، تحية طيبة لقناة الرافدين، نطالب النواب والمسؤولين بإقرار قانون العفو العام عن أبنائنا المعتقلين الأبرياء وشكرا. السلام عليكم أبو كرار، اليوم أريد أناشد الحكومة بخصوص السجينات النساء، ليش ما طلعوهن وتفرحونا؟ هل هن هي مرة؟ ليش ما تعفون عن النساء؟ ونتمنى رسالتي توصلوها، ومشكورين على هذا البرنامج اللي وصل أصواتنا، لا شكر على واجب أخوي العزيز. السلام عليكم أستاذ، وياك محمد من الرمادي، ماكو أخبار جديدة عن مصير أبنائنا المغيبين بسيطرة الرزازة؟ والله أبرياء فرحوا آبائهم وأمهاتهم، شنو ذنب أطفالهم محرومين أكثر من 4 أعوام؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله أبرياء اتقوا الله يا الحكومة، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع، الاحتلال بأنواعه مع العملاء من العراق متآمرين ومثقفين على هذا الوضع في العراق، والقوات الأمنية بكافة أنواعها تدار بواسطة جرثومة الخضراء الفاسدة، تخدم الاحتلال وأعصاب وعصابة الخضراء الفاسدة، واليوم أمام الشعب بواسطة الفقيه شباب ثورة تشرين الكرامة هي الأمل الوحيد للخلاص من هذا الوضع في العراق، وعيب وعار على كل العراقيين المتفرجين على هذا الوضع، والنصر حليف أهل الحق، والسلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتي لك ولقناتكم البطلة اللي قودها شخص مفعم بحبه لوطنه والإخلاص له، وأشكر مناقشاتك بروح الحب والإخلاص لكل المتصلين بك وتوصيل فكرتهم أو شكوتهم بكل رحابة الصدر. أملنا بالشباب الواعي من المتظاهرين في ساحات الوغى، ساحات الاعتصام للضغط على الحكومة الفاسدة، وتخلصنا منهم والله ينصرهم ويحفظهم. تحية حب وإخلاص لقناتكم الرائعة، صحفية من بغداد. أستاذنا الغالي، ما تشوف هذول القشامر وين صاروا؟ السلام عليكم، إذا أم علي طلبوا منها دفترين أنا طلبوا جماعة من القضاء الأعلى وحق شهر رمضان 20 دفتر، واستخطوني ونزلوها 15 دفتر وأنا قاعدة إيجار، وهو ابني لا قتل ولا إرهاب ولا سرقة ولا مخدرات، إن حكم 15 سنة كافي ظلم يا حكومة الفساد. رسالة أخرى بعد فضيحة وصول محمد السستاني، رسالة تطول وما أقدر أقراها كلها. أبو كرارة من البصرة، تحية لك أستاذ، أنا راسلتك البارحة وأول بارحة يا حكومة البصرة، يا أشراف البصرة، ألا فيكم واحد بقلبه رحمة يعطف علينا أنا وجهالي؟ أنا عندي 6 أطفال أقسم اليوم وزعتهم على البيوت حتى يشبعون بطونهم، أنا وزوجتي نتحمل بس مو مثل الطفل ما يتحمل. اليوم جتني سيارة توزع سلات غذائية، المهم طلعت لهم قالوا ما ننطيك سلة بشرط تصير ويانا بالسرايا، قلت لهم ما أريد أفضل الجوع ولا أفضل المذلة، أقسم بالله قبل نص ساعة يلا تفطري جابوا لي صينية يومية هيك يلا أفطر. أين عمر بن الخطاب؟ أين علي بن أبي طالب لكي يروني على هذا الحال؟ السلام عليكم، أم نور من الموصل، أحييكم وحي قناتكم الموقرة. يعني الأم تنظل نحكي ونسولف، ارحمونا، يعني إحنا ما بشر نريد العفو، فهمونا شنو أنتوا ما بشر، نصهم أبرياء وربي، يعني ليش هيك؟ والله العظيم ملينا. ناشد برهم صالح أن يبيض السجون، ارحمونا بهذا شهر الرحمة الخاطر الأطفال والأمهات والزوجات وشكرا. موضوع المعتقلين اليوم أنتوا فاتحينه يعني بس اليوم هذا الموضوع، لو باكر عادي، لأن أريد أشارك بخصوص موضوع المعتقلين، أرجو الرد إن شاء الله. تشارك ويانا باكر وتتدلل، أو عفو، أريد أتصل وأشارك وأني ممنونة، تقدرين تتصلين بينا باكر ونحكي بالموضوع وتتدللين أختي العزيزة. نريد العفو العام، ارحموا أولادنا بالسجون الخاطر الله. السلام عليكم، ممكن أعرف العفو شامل مادة 411 وأكو تنازل وعنده مرض مزمن وهو سجن، هو بسجن كروبر؟ والله يا خيتي ما أعرف. كل عام وأنتم بألف خير يا قناة الرافدين، أخوكم يوسف بركة من فلسطين، ونتمنى أنه الحكومة تسمع آرائكم. مشاهدينا الكرام، أعتذر من باقي السادة اللي دازلنا رسائل ما قدرت أقراها، وأعتذر من كل ما يريد يتصل بينا بس ضيق الوقت ما خلاه يتصل بينا، باكر اتصلوا بينا ونسمع أصواتكم بنفس الحلقة بنفس الموعد، انتظرونا باكر، في أمان الله.